حديثنا طبعا اليوم عن موضوع التشيلايتس. التشيلايتس عندنا تقريبا 12 نوع رح نتكلم عنه ان شاء الله، كلهم هو بسيطين، يعني جميع الانواع فينا نقول انه هن نفس الاعراض نفس المشاكل، يعني ما في عنده اي اختلافات، اللهم الاختلاف بيكون ما بين الكوزس او المسببات يعني. وفي مثلا بعض الانواع بتكون فيهم الاعراض مميزة. طبعا شو يعني تشيلايتس؟ تشيلايتس معناها انه حصل انا عندي انفلاميشن اوف ليبس، او خلينا نقول انفلاميشن اوف ميوكوس ممبرين اوف ليبس، يعني اللابيال ميكوزا انا عندي التهبت، او ممكن يكون البادي اوف ليبس كمان حصل عليهم او ظهر فيهم الاعراض. بداية طبعا اول نوع رح نتكلم عنه هو الاكتينيك تشيلايتس. الاكتينيك تشيلايتس مميز جدا انه الكوز تبعه مهم. شو المميز فيه؟ اللي هو الكوز بيكون دائما نتيجة اوفر اكسبوجر تو سان لايت، يعني البيشنت هون اتعرض لضوء الشمس او لحراره مرتفعه جدا. وهذا المميز اللي يكون عندي انه يلاقي في اغلب الاسئله كاتب لي انه البيشنت حصل عنده الاعراض او ظهرت الاعراض في الصيف، فهي happens only in summer، وهي طبعا اهم نقطه انا مركز عليها في السؤال. مجرد ما اشوف في السؤال اعطاني انه البيشنت عنده الكومبلينز او شكواه انه ظهرت في الصيف، فهذا معناها انه تقريبا جوابي على الاغلب او 200% طبعا راح يكون اكتينيك تشيلايتس. مثل ما حكينا احنا الاعراض كلها متشابهه، يعني نحن من ضمن الاعراض اللي احنا ممكن نشوفها في حالات التشيلايتس هو الدرايس والدراينس، البيرنينج سنسيشن، الهايبريميا، الاداما، الكراستس، السكيلز، هذول الاشياء طبعا كلياتهم نحن موجودين. فنحن عندنا بيرنينج اند اتشينج سنسيشن، دراينس اوف فيرميليون بوردر، اريثيما، اداما، يعني هذول الاشياء السكيلز اللي نحن ممكن نشوفهم، كل هاي اشياء نحن بنتواجه معنا في كل انواع التشيلايتس. بس اللهم مثل ما حكيت الاختلاف ما بين المسببات. بس هو في نقطه طبعا مهمه كاناتومي اوف ذا ليبس، انا في عندي نقطتين مهمات لازم نركز عليهم، هن الاثنين. نقطه نحن بنسميها طبعا الفيرميليان بوردرز، وفي انا عندي شيء كمان اسمه الكلاين زون. الكلاين زون والفيرميليان بوردر هدول مهمين جدا، لما يسكرولي لي اياهم في الاسئله اعرف هو قصده فيهم شو. بالنسبة لي الفيرميليون بوردرز، طبعا الفيرميليون بوردرز هي البوردرز تبعات اللبس اللي انا عمال برسمهم هلا في على الصورة. هذا هو الفيرميليون بوردر بيكون، اللي هو محاط في اللبس، هو طبعا اغلب الكلام او اغلب المشاكل بتبدأ انه يظهر في هاي المناطق، هذا هو بيكون الفيرميليون بوردر. طيب الكلاين زون هي عبارة عن شو؟ هي كمان عبارة عن فيرميليون بوردر، بس هي الانترنال فيرميليون بوردرز، يعني في نحن عندنا جوا الليبس، يعني لما اطلع على اللابيال ميكوزا في خط فاصل ما بين الليب نفسه وما بين اللابيال ميكوزا او الميكوس ممبرين اوف ليبس. هذا الخط الفاصل نحن بنسميه الكلاين زون، وعاده في عندنا انواع بيظهر فيهم ليجنز او السيمتومز في الكلاين زون، وطبعا هذا مميز في انواع من انواع التشيلايتس. هاي طبعا بالنسبه للاكتينيك تشيلايتس. الاكتينيك تشيلايتس طبعا بيجيني انا على شكلين، على تو فورمز، ممكن يكون دراي فورم، ممكن يكون اكسوديتيف فورم. طبعا الفكره وما فيه انه نفس الاشياء اللي نحن كنا ناخذها من قبل، اللي هو موضوع الفايبروس وإدماتوس، او يعني نفس الشيء، اللي هو انه يكون الدراي عبارة عن انه يكون البيشنت في عنده دراينس، عنده يعني في ويت دراي لاين فينا نقول، او وايت جراي سكيلز موجودين، هذا كله يعتبر دراي فورم. اما الاكسيديتيف اللي هو انه يكون في عندي فيسيكلز وهايبريميا وإداما وبليدنج واي الاشياء كلها طبعا تكون موجودة، هذا طبعا نحن بنسميه الاكسيديتيف. فحسب ما هو بيكون عاطيني طبعا في السؤال انا على اساسه بقرر اجابتي شو تكون. كتريتمنت طبعا باعتبار انه البيشنت عمال بيتعرض لاشعه الشمس، فنحن لازم نعمل اليمينيشن اوف ذا فاكتور، والفاكتور انا عندي اياه هون اللي هو الشمس. فبالتالي نحن لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل بروتكشن فروم سان لايت. طيب هي انا حليت مشكله اول نقطه، بس لازم انه ستيل اخفف الاعراض او اخلي الاعراض تروح عند هذا البيشنت عن طريق انه هو يحط له شويه مراهم بس، يعني ممكن تكون مثلا انتي انفلاماتوري نون ستيرويدال طبعا، او خلينا نقول اللي هي السان سكرين اوينتمنت عباره عن مراهم مثل الفازلين مثلا او اي شيء من الكريمات الواقيه من الشمس. فهي طبعا المواضيع هي كلها طبعا بتساعد انه يعالج موضوع الاكتينيك تشيلايتس. طيب في واحد طبعا شبيه او موضوع شبيه من الاكتينيك تشيلايتس، واللي هو يعتبر طبعا الميتيرولوجيكال تشيلايتس. هو شبيه من ناحيه الاعراض او السيمبتومز، بس مختلف طبعا في الكولز. طبعا ميتيرولوجيكال تشيلايتس جاي من كلمه ميتيرولوجيكال فاكتورز، يعني انا عندي الميتيرولوجيكال فاكتورز اللي هو عباره عن عوامل الطقس. يعني لما يكون البيشنت عمال بيتعرض لويندي ويذر او فروست ويذر او
كولد ويذر، هذا كله طبعا بيلعب دور في موضوع الشيلايتس في حالات. يعني مثلا بيقول لي بالسؤال انه البيشنت عمال تظهر عنده الاعراض في الاوتم والوينتر، باعتبار انه هدول الفصلين من ابرد الفصول في السنه، مش مثل الربيع مثلا. الربيع صح فيه بروده، بس مش ستيل انه بيكون في شويه حراره او ادفى من الخريف. تمام. فاذا ويندي ويذر او فروست ويذر او كولد ويذر، او ممكن يقول لي احيانا الهو اوتوم اند وينتر. فلما يظهر عندي انا الاعراض اللي هو البيرنينج والاتشنج سنسيشن والدراينس والاديما والهايبريميا والسكيلز والكراكس وهدول الاشياء طبعا، ويظهر هذا الكلام في فصل الخريف وفصل الشتاء، فهذا معناها جوابي لازم يكون في هيك حالات الميتورولوجيكال جيلايتس. طيب ممكن كمان بعض اشياء تانية تسبب لي هاي الحالة، او ممكن يجيب ليها بشكل تاني، اللي هي انه بتحصل مع الناس اللي بيشتغلوا او اللي بيعيشوا في المناطق المرتفعة. lives or work in high places. يعني مثلا ممكن يقول لي في السؤال انه البيشنت بيشتغل على او بيعيش في الماونتنز في المرتفعات، وطبعا كل ما نحن ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بيبدأ انه تكون درجة الحرارة تنخفض، فمعناها في برودة في الموضوع، فمعناها راح يظهر عند البيشنت ميتولوجيكال شيلايتس. طيب هو أكثر شيء طبعا بيدققوا عليه أو بيركزوا فيه هو موضوع إنه البيشنت بيشتغل في الهاي بليسز، فبتلاقي إنه أغلب الأسئلة أعطانا الجوب أو الوظيفة تبع البيشنت. فمرة مثلا جابوا سؤال قال لك أبيلدر، يعني مهم يعني عامل بناء، عامل بناء عمال بيشتغل وحصل معه كذا 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 في اللبس، فمعناها الجواب في حالات بيكون ميتولوجيكال شيلايتس. مرة جابوا طبعا سؤال ستيبل جاك، ستيبل جاك طبعا هي كانت الكيورد في كل السؤال، ستيبل جاك. ستيبل جاك طبعا معناها انه البيشنت او الاشخاص عفوا اللي بتشتغل في المرتفعات، اللي هن مثلا بنعرف مثل عواميد الإنارة وعواميد الكهرباء والاتصالات وخطوط التليفونات ومش عارف ايش، وهدول هدول الناس طبعا بيشتغلوا على المرتفعات، فبتلاقيه بيكون قاعد فوق أو يعني متمركز فوق في مرتفعات عالية، فطبعا تنخفض تكون درجة الحرارة منخفضة في المناطق طول الوقت شغال في هاي المنطقة، فهو معرض طبعا للميتورولوجيكال تشيلايتس. ثالث سبب ممكن يكون اللي هو مع التشيلدرن بيحصل نتيجة الباد هابتس، واللي هي عادة بتكون السكينج ليبس، يعني تلاقي طول الوقت عمال بيلعب في شفايفه او عمال بيعرض السلايفا لي او عفوا اللبس للسلايفا بشكل كبير، فهذا ممكن انه يحصل عنده ميتورولوجيكال تشيلايتس. فطبعا نحن نركز على السؤال اعطينا هو شو، ان البيشنت ظهرت عنده الاعراض في فصل الخريف ولا الربيع او عفوا الشتاء، ولا البيشنت شغال في مناطق مرتفعة، ولا ولد هو عنده الباد هابت اللي هي السكنج ليبس، هذا كله كوزيتيف ايجنتس للميتورولوجيكال تشيلايتس. طبعا كساينز اند سيمتومز هو نفس الفكرة اللي كنا عمال نحكي فيها من شوي، اللي هي نفس السيمتومز عفوا موجودين في كل الانواع تقريبا. طيب الحالة اللي بعدها طبعا اللي هي الانجولار تشيلايتس. طبعا في المرة الماضية في اخر حصه اخذناها كان عن البكتيريا الانفكشن، وسبق طبعا وتكلمنا انه حلينا سؤال كان جوابه الانجولار تشيلايتس كانديدياسيس. فاذا انا عندي الانجولار تشيلايتس هو عباره عن ديس اوردر او انفلاميشن حصل في الماوث كورنرز، يعني حصل في الماوث كورنرز في زوايا الفم او في زوايا الليبس، فبيكون طبعا السبب له يعني له علاقه باشياء كثير، من ضمنهم يعني ممكن يكون نيوتريشنال ديفيشنسيز، يعني نقص بالفيتامين بي 12 بالتحديد، ممكن ينقص حديد، ممكن نقص الفيتامين بي 12 هو بالتحديد. فممكن انا اشوف الانجلر تشيلايتس كسيمبتوم من مرضى الانيميا اللي هو الفيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا، ان هذول طبعا من اكثر المسببات لموضوع الانجلر تشيلايتس. يعني من ضمن الاشياء المسببه اللي هو انه يكون البيشنت عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا. طيب ممكن كمان يكون الموضوع انفكشن مثل السؤال اللي حليناه في المرات الماضيه اللي هو الفانجل انفكشن، يعني يكون البيشنت عنده كانديدا، وبسبب الكانديدا انه ممكن الكانديدا تتراكم على الماوث كورنرز وتعمل لي انفلاميشن في الماوث كورنرز، فتقلب الحاله اللي نسميها انجلر تشيلايتس كانديدياسيس. ولما يكون طبعا عندنا انجلر تشيلايتس كانديدياسيس نحن بنسمي هاي المرض او هاي الحاله بالمايكوتيك تشيلايتس. لما يكون انا عندي مايكوتيك تشيلايتس، المايكوتيك تشيلايتس طبعا تعني انه البيشنت عنده انجلر تشيلايتس كانديدياسيس. فلما يقول لي بالسؤال انه البيشنت عنده كانديدا على الماوث كورنرز او وايت كوتينج مثلا ايزي تو ريموف او
هارد تو بي ريموف فرضا، وحصل عنده انفلاميشن في الماوث كورنرز، فجوابي بهالحاله بيكون الانجلر تشيلايتس كانديدياسيس اللي هو نفسه المايكوتيك تشيلايتس. فممكن نشوفه في الكروك بمايكوتيك تشيلايتس. تمام. طيب بالنسبه للسيمبتومز، طبعا السيمبتومز نفس الكلام اللي كنا نحن عم نقوله من شوي، بس اللهم اللي هو انه يكون على الماوث كورنرز بس، يعني بيكون عنده البيرنينج والاتشينج سنسيشن على الماوث كورنرز، ايروجنز على الماوث كورنرز، بيكونوا هايبرميك اديماتيك الماوث كورنرز بالتحديد او الماوث انجلز. طيب بالنسبه للتريتمنت، طبعا التريتمنت ريليتد للايتيولوجيكال فاكتور، يعني اذا كان المسبب انا عندي يا بكتيريال انفكشن او فانجل انفكشن، فساعتها بياخذ انه البيشنت هون انتي بايوتكس او انتي فانجل. اذا كان طبعا البيشنت حالته حاله او السبب بيكون جاي عن طريق نقص الفيتامين، فبالتالي نحن لازم نعطي البيشنت فيتامين بي 12 او ايرون او حديد، يعني لازم ياكل شيء فيه حديد، ساعتها بخف عنده الموضوع. وطبعا اذا كانت الحاله سيفير، دائما نحن حكينا انه في السيفير ديزيزز نعطي البيشنت نحن الكورتيكو ستيرويدز. تمام. هاي طبعا بالنسبه للانجلر تشيلايتس. الحاله اللي بعدها اللي هي طبعا كونتاكت اليرجيك تشيلايتس، او نسميها الاليرجيك تشيلايتس، طبعا من اسمها واضح اللي هي سببها الحساسيه، هي يعني عباره عن ديرماتايتس، يعني التهاب في الجلد تبع اللبس بيحصل طبعا بسبب انه البيشنت حصل عنده اليرجي هايبر سنسيتيفيتي، وطبعا الكومن انه يحصل مع الومن او الفيميل. طبعا الكوز اللي هو بيكون مع الفيميل اكثر، لانه هن اكثر الناس اللي بيستعملوا الكوسمتكس او الليب كوسمتكس، يعني بيستعملوا الليبستيك اللي هو الروج او الحمراء او اي اشياء من هدول، المكياج بشكل عام، فهو طول الوقت لامس الشفايف مثلا او لامس الخد او لامس المناطق اي معينه، فممكن انه يكون البيشنت عنده نوع من الحساسيه من او حساسيه من انواع الليبستكس جديد مثلا استعملت الفيميل هون، او البيشنت نوع جديد من الليبستكس، فادى انه هو يظهر عنده البيشنت اعراض في الليبس. ممكن يكون طبعا مش بس حصرا هو للوومن طبعا او الفيميل، لا ممكن كمان يظهر مع الميل، بس طبعا الميل ما راح يستعمل كوسمتكس، بس هو ممكن يكون حساسيته مثلا من دواء، ممكن يكون حساسيه من اكل، ممكن يكون حساسيه من توث بيست اللي هو معجين الاسنان، ممكن يكون الحساسيه طبعا من خشب، معدن، اي شيء. طبعا مثلا ناس من البلاستيك، يعني بيكون انا حاطط بلاستيكه مثلا او عم بيلعب بتمه او حاطه على شفايف بلاستيكه، فساعتها ممكن يظهر عندي انا السيمبتومز هدول. فبالتالي مش حصري الموضوع للوومن، بس هو اغلب الاسئله او طريقه الاسئله بتجي في الكروك انه هو بيكون البيشنت فيميل وبقول لك انه هو استعمل ليبستكس وظهر عنده كذا كذا كذا. طبعا من ضمن اهم الاعراض في الالرجي انه يكون في انا عندي هايبريميا واديما، هذا رقم واحد. ثاني شيء هو الانلارجمنت، مثل ما احنا شايفين في الصوره بتبدا انه اللبس ينتفخوا، طبعا هذا من اعراض ايش الحساسيه. فتلاقي بالسؤال مثلا اعطاني انه اللبس هايبريميك اديماتيك، بدا يظهر عندي سكيلز وكراكس ودراينس، واهم كلام يكون عندي اياه هو طبعا الانلارجمنت. تمام. طيب كتريتمنت طبعا باعتبار انه الموضوع موضوع حساسيه، من اهم ادويه الحساسيه اللي راح ياخذها البيشنت هي الانتي هيستامينز. طبعا نعطي شويه فيتامينز انه هي تساعد الموضوع، بالتحديد فيتامين بي لانه هو مسؤول عن اللبس بشكل كبير. زائد انه اذا كانت الحاله طبعا سيفير، لانه ممكن يكون في الالرجي يكون سيفيريتي عاليه عندي، فبالتالي طبعا بياخذ بيك حالات او بيستعمل بيك حالات الكورتيكو ستيرويدز. تمام. طيب هي طبعا بالنسبه لجزئيه الالرجيك كونتاكت تشيلايتس. طيب في عندي نوع من انواع الحساسيه كمان نحن بنسميه الاكزيماتوس تشيلايتس. الاكزيماتوس تشيلايتس اللي هو الاكزيما، طبعا كمان هو عباره عن اكزيما حوالين اللبس سبب الحساسيه، كمان ممكن يكون لب كوسمتكس، ممكن يكون الالرجي تو وود ميتال او فود مثلا شوكليت هاني توث بيست اورال ميديكيشنز، اي شيء من هذول الاشياء ممكن كمان يسبب لي انا موضوع الاكزيما. بس طبعا المميز في الاكزيماتوس تشيلايتس انه بيظهر انا عندي انلارجمنت في اللبس، وبيظهر عندي هايبريميا واديما، هذا كله موجود انا عندي كمان يعني اعراض متفقه عليها كمان في الالرجيك كونتاكت تشيلايتس. طب كيف انا ممكن افرق ما بين الالرجيك تشيلايتس والاكزيماتوس تشيلايتس؟ انا ساعتها هون اطلع على السكن اوف ليبس، يعني حوالين اللبس مثل ما احنا شايفين بالصوره. اذا كان حوالين اللبس انا عندي في ظهر هايبريميا و
وفيسيكلز او ايروجنز حوالين اللبس، انا ساعتها بيكون اكزيماتوستيلايتس جوابي الصح. فانا اطلع دائما انه البيشنت مثلا استعمل شيء له علاقه بالحساسيه، سواء اكل او شرب او كوسمتكس او ميتال او وقود او اي شيء له علاقه بالحساسيه ممكن يسبب حساسيه، ولا انه اللبس عنده هايبرميك ادماتيك وانلارجد. انا ساعتها لازم كمان اشوف السكين، اذا كان السكين افكتد، قال لي انه ذا سكين از افكتد يعني من متعرض مثلا للاصابه، فساعتها اكزيماتوسيلايتس. ممكن يقول لي سكين افكتد، ممكن يقول لي انه السكين حوالين اللبس مثلا هايبرميك اديماتيك، ممكن يكون يقول لي في فيسيكلز، فهو ممكن يجيب لي على اكثر من صوره. اهم شيء انا يكون عندي السكين افكتد، فمعناها بهالحاله على طول اكزيماتوس. لا هو نوت افكتد، ما في اي مشاكل بالسكين، معناها هي الحاله راح تكون اليرجيك تشيلايتس. طبعا التريتمنت نفس الفكره اللي كنا عمال نحكي عنها، باعتبار انه الفيتامين بي مسؤول عن اللبس بشكل كبير، خاصه اذا نقص بياثر على اللبس، فنحن نعطي لارج دوزز من الفيتامين بي، بالتحديد مثلا ممكن يكون بي 1، ممكن يكون كمان بي 2 والبي 3 والبي 12، يعني نعطي دول ثلاثه او الاربع انواع من الفيتامينز. وبالاضافه انه اذا كانت الحاله طبعا سيفير بنعطيه كورتيكوستيرويدز بالاضافه للانتي هيستامينز. طبعا هون بين قوسين اسماء الادويه بنركز عليهم، لانه ممكن بعض الاحيان او بعض الاسئله يجيبوا لنا اياهم، اللي هو انه الانتي هيستامينز عندي من ضمن الاشياء اللي هو الديفن هايدرامين، طبعا اشهر ادويه الانتي هيستامين، والبيبولفين. الكورتيكوستيرويدز عندنا الهيدروكورتيزون، البريدنيزولون والدكساميتازون. طبعا ركز على البريدنيزولون بشكل كتير كبير لانه بيجيبوه ضمن الخيارات او ضمن الاسئله، هذا طبعا في الحالات اللي هي تكون سيفير. وطبعا راح نوريكم بعد شوي اسئله كيف انه ممكن نقدر نحدد في السؤال اذا كانت الحاله سيفير او لا. طيب الحالة اللي بعدها طبعا هي الاتوبيك تشيلايتس. الاتوبيك تشيلايتس لحد الان طبعا ما حدا بيعرف الاكزاكت اتيولوجي او السبب، لانه هي حالة كرونيك، يعني هي حالة مزمنة، يعني البيشنت راح يتعايش مع هذا الموضوع بشكل كتير كبير، يعني لانه هو كومون اكثر شيء انه يحصل مع التشيلدرن. بس لحد الان طبعا ما حدا بيعرف السبب، بس قال انه طبعا الموضوع فيه ليدنج فاكتورز، يعني ممكن يكون اليرجي، ممكن يكون ستريس، ممكن يكون الموضوع نيرفت يعني نيرفس او متوتر او كذا، ممكن ياثر على الموضوع، ممكن يكون الرطوبه او الجو بشكل عام، ميتورولوجيكال فاكتورز يعني. فما في عندي انا السبب محدد لحاله الاتوبيك تشيلايتس. بس المميز فيه الاتوبيك تشيلايتس لحتى انا امشي عليه، هو اصلا ممكن يكون يتواجد معي في الاوتمن والوينتر والسبرينج، يعني الاجواء البارده، لانه ممكن يكون ميتولوجيكال فاكتورز له دور في الموضوع. بس طبعا ما بيهمني انا موضوع السبرينج والاوتمن والوينتر وهدول الاشياء، يعني انا هذا ممكن اشوفه في الميتولوجيكال. بس فيه علامه مميزه جدا اللي هي تاني واحدة مكتوبة عندكم، اللي هي الليتشينيفيكيشن. ومعنى الليتشينيفيكيشن يعني أنا السكن تبع اللبس أو اللور لب بالتحديد بتصير ثيك أو سترونج أو سترينث، يعني من اللور لب، يعني بشكل عام مثلا ممكن تكون أبر لب، ممكن تكون لور لب، ممكن يكون الاثنين، فما في يعني شيء مميز. بس بشكل عام هي كومن لأنه هي تظهر في اللور لب. بس المميز او بمعنى انه هو انه صار ثيك او سترونج، انه اذا مسكت اللور ليب مثلا بلمسها بلاقيها انه هي قاسيه كثير، يعني كانه انا عمال بمسك حجره، يعني هي هذا معنى الليتشينيفيكيشن، انه انا الباترن تبع اللور ليب او الليبس بشكل عام بيكمز سترونج او ثيك. هذا كله دلالات انه هي اتوبيك تشيلايتس. فمعناها في السؤال لازم انا اشوف ليتشينيفيكيشن. طيب ممكن انا بعض الاحيان ما يعطيني ليتشينيفيكيشن، انا ممكن اشوف المعنى تبع الليتشينيفيكيشن اللي هو انه السكن بيكمز سترينثند او مثلا او ثيك او اي كلمه تدلني انه هو بالفعل دلالات الليتشينيفيكيشن موجوده. طبعا التريتمنت ريليتد للكوز، يعني ممكن اذا كان الموضوع ظهر بعد حساسيه او كليدنج فاكتورز بعد حساسيه، فساعتها ناخذ نحن انتي هيستامينز. اذا كان طبعا الموضوع له علاقه بكتيريا انفكشن، فنجل انفكشن، فساعتها نحن بناخذ انتي بايوتكس او كورتيكوستيرويدز اذا طبعا كانت الحاله سيفير. هاي طبعا بالنسبه للاتوبيك تشيلايتس. النوع اللي بعده طبعا الاكسفوليتيف. كمان الاكسفوليتيف نوع من انواع الكرونيك انفلاميشن، بس ككوز هو ستيل انون. بس طبعا الموضوع ما في انه في ليدنج فاكتورز، اي مرض طبعا عندي اياه ككوز هو انون، بس في ليدنج فاكتور يعني ممكن عوامل تسببه، بس انه ليش او السبب الرئيسي ستيل انه هو ما حدا بيعرفه.
الليدنج فاكتور طبعا في الاكسفوليتيف انه يكون البيشنت عنده ستريس، او بمعنى ان هو في شويه سايكو ايموشنال ستيتس او ديس اوردر في السايكو. يعني كيف؟ مش الموضوع انه هو مرض نفسي، لا، انه هو الموضوع ما فيه ستريس اكتر. يعني لما يكون مثلا الواحد متوتر او متعصب او حاصل معه اي شيء مشكله، فبتلاقي انه هو بيبدا انه يقشر في الشفايف تبعيته، بياكل من الشفايف تبعيته، بيقشر سكيلينج بايتس اوف او تيرينج اوف السكيلز اللي موجودين على القشور هذول، القشره او الغلاف اللي بيطوي بيغلف اللبس. فلما يكون الموضوع اوفر، فممكن انه هو يحصل انا عندي انفلاميشن. طبعا هذا الانفلاميشن اللي ظهر، او لحتى اعتبره انه هي اكسفوليتيف، لازم يظهر على الكلاين زون. وسبق وقلنا انه الكلاين زون هو المنطقه اللي ما بين الفيرميليوم بوردر والميوكوس ممبرين، يعني خط فاصل ما بين اللابيال ميوكوزا واللب نفسها. فهذا ساعتها انا بعتبر الحاله تكون اكسفوليتيف تشيلايتس. فاذا كدياجنوزس الي لحتى انا امشي على اكسفوليتيف تشيلايتس، لازم يكون خياري او في السؤال عاطيني انه الليجن موجوده على الكلاين زون. وحده هو هذا اللي بيجيب لي جواب صح. يعني لازم يكون في ليجنز موجودين على الكلاين زون. طيب هاي الليجنز اللي على الكلاين زون، هل هو بس يعني في مناطق معينه بالكلاين زون ولا كلها؟ لا طبعا كلها، كل الكلاين زون لازم تكون ملتهبه من الكورنر للكورنر، من اول الماوث انجل لاخر الماوث انجل عند الكلاين زون. طبعا الجوه الخط الفاصل هذا يكون متاثر عندي. طبعا ساينز وسيمبتومز نفس الاعراض اللي كنا بنحكيها، اللي هو اتشنج وسكيلز وفيشرز ودراي والى اخره، هذا كله موجود، بس انه فيه اشياء مميزه، انه هون اللوكاليزيشن تبع السكيلز والفيشرز والكراكس والسكيلز وهدول الاشياء كله موجوده على الكلاين زون. طبعا الاكسفوليتيف انا ممكن يجيني على صورتين، ممكن دراي فورم، ممكن اكسوديتيف فورم، نفس الفكره اللي حكيناها من شوي في الاكتينيك. الاكتينيك تشيلايتس طبعا، او عفوا الاكسفوليتيف دراي فورم، يبدا يظهر عندي شيء اسمه الويت دراي لاين، اللي هو بيكون موجود على الكلاين زون بالتحديد. وانا ممكن اعالج هاي الحاله بالفيتامين اي، لانه هو طبعا مسؤول عن مواضيع الريجنريشن. الموضوع الاكسوديتيف اللي هو انه يكون في طبعا هايبريميا وايديما والى اخره، بالحاله هي طبعا نحن بنعالجها بالكورتيكوستيرويدز، لانه نحن بنعتبر انه هي الحاله سيفير. وطبعا في الكروكن ما بيسالونا عن التريتمنت، بس ان طبعا بيسالوا على الدياجنوزز اكثر شيء، دائما بيسالوا عن الدياجنوزز. طيب التشيلايتس جلانديولاريس، التشيلايتس جلانديولاريس كمان طبعا يعتبر كرونيك انفلاميشن بيصيب اللبس. وطبعا نحن عندنا في اللبس في سلايفري جلاندز، بس بشكل عام نحن السلايفري جلاندز تنقسم عندنا لقسمين، عندنا ماينر سلايفري جلاندز وعندنا ميجر سلايفري جلاندز. الميجر طبعا هدول يعني مش مختلفين عليهم نحن، اللي هن اللي بيكونوا السبلينجوال والسبمندولر والباروتيد جلاندز، هدول على طرف، هدول يعتبر رئيسيات كبار، هن هدول البوس الزعماء. بس في انا عندي بكل اورال ميكوزا، في اي اورال ستراكشر موجود عندي في الليبس، في التنك، في التشيكس، في الهارد بالات، في السوفت بالات، في البكال ميكوزا، كل هدول المناطق بيكون فيهم طبعا ماينر سلايفر جلاندز، عبارة عن غدد لعابية صغيرة كتير، بس هي طبعا مسؤولة عن النيوتريشن والتروفيك اوردرز، يعني هي مسؤولة عن التغذية تبعية اللبس، هي اللي بترطب الشفايف، هي اللي بتمنع انه يكون في جفاف، فهي مسؤولة عن تغذية الشفايف. فلما يكون في انا عندي خلل فيهم، هو طبعا لحد الان الكوز انون، ما حدا بيعرف ليش. بيحصل انا عندي خلل في الماينر سلايفري جلاند، فبيؤدي انه هو يسبب لي هايبر سكريشن، تبدا الماينر سلايفري جلاند تفرز سلايفا زياده عن اللزوم. فالموضوع نحن يعني انا بشبهه بعباره عن انه مثل شخص اكل وتخن زاد في الوزن، فنفس الفكره انه انا عندي ضخ زياده عن اللزوم من السلايفا، ففي تروفيك اوردرز زياده، فبالتالي بدا يحصل عندي انلارجمنت في اللبس مثل ما احنا شايفين بالصوره. فهذا طبعا من مميزات الشيلايتس جلاندولاريس، انه هو يكون عندي
سويلنج والبيرنينج بين موجودين في اللور ليبس، هايبرميك بيكونوا. بس الاهم من هذا كله انه بيبدا في يكون في انا عندي خلل في الاورفيس تبع الماينو سالفري جلاند، فتحات الماينو سالفري جلاند تبدا انه هي تظهر اكثر وتظهر على شكل ريد سبوتس، يعني بتطلع انا عندي بقع حمراء على الليبس، او بالتحديد وين في الليبس؟ في الكلاين زون، بيطلع عندي في الكلاين زون. بس وين في الكلاين زون؟ في الميدل ثيرد، يعني في نص الكلاين زون مش كله. لو كان كله الكلاين زون بيكون طبعا الاكسفوليتيف، بس في الاكسفوليتيف انا ما عندي اي انلارجمنت، ما في انلارجمنت في السايز، لا هو مجرد انه يكون في سكيلز وكراست وكراكس والى اخره وفيشرز، بس على الكلاين زون بدون اي انلارجمنت لللبس. بس هون دائما في اسئله التشيلايتس جلاندولاريس لازم يعطيني انه البيشنت حصل عنده enlargement او عفوا hypersecretion في الماينر سالايفري جلاندز. طبعا كتريتمنت انتيبايوتكس على انتيسبتكس على انتي على كورتيكوستيرويدز ما بيسالونا طبعا كثير عن التريتمنت، هن بيسالوا في التريتمنت عن جماعه الالرجي، ان اكثر شيء بيحبوا يسالوا فيه. فهو طبعا معروف انه يا اما اعطي البيشنت انتي هيستامينز، واذا كانت الحاله طبعا سيفير نحن بنعطي البيشنت كورتيكوستيرويدز. الحالة اللي بعدها طبعا هي الكرونيك لابيال فيشر او الكرونيك ليب فيشر. طبعا الكوز هو ممكن يكون ميتولوجيكال فاكتورز، بسبب انه مثلا يعني تغير الطقس، مثلا بيكون مثلا بارد فجأة بيقلب حار، فجأة بيقلب بارد بيرجع حار الى اخره، وزائد انه بيكون البيشنت بهالفترة انه هو بيضل بيقشر في شفايفه، بيقشر 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 الى ان يظهر عندي ديب فيشر او ديب كراك، شق او فتحة بالتحديد في اللور ليب اكثر شيء. هذا الموست كومن طبعا، ممكن كمان تظهر في الابر ليب، بس هو كومن لانه يكون في اللور ليب اكثر شيء، لانه هي اسهل شيء انه الواحد يقشرها. فبيظهر عندي شق في السنترال بارت، في الميد لاين تبع اللور ليب او الابر ليب، في نص الليب. فدائما بشوف انا بالسؤال كتب لي انه البيشنت عنده ديب كراك مثلا او ديب فيشر موجوده في السنترال بارت او في الميدل بارت اوف ذا ليب، سواء كانت الابر ليب او اللور ليب. وطبعا هاي الكرونيك ليب فيشر تعتبر ريكرنت، يعني ممكن انا اذا عالجتها بالادويه ممكن انه هي ترجع تظهر مره ثانيه، باعتبار انه هي حاله ريكرنت. فيعني ممكن انا اعطي دواء لهذا البيشنت اللي هو طبعا كتريتمنت انه دائما اليمنيشن اوف ذا كوز، بعدين ندخل في الاوينتمنتس والانتيبايوتكس والكورتيكوستيرويدز والفيتامينات والى اخره، بياخذون هذول البيشنت، فبنلاقي انه الموضوع اختفى. ممكن يحصل ريلابس، يعني ممكن ترجع تظهر مرة تانية. فلما يكون الموضوع انه التريتمنت او الميديكيشن اللي انا اعطيته لهذا البيشنت ان افكتيف، ما جاب معي نتيجة، فبضطر انه هو نعمل شيء اسمه الاكسيشن اوف فيشر، يعني انا بشيل الفيشر، فبيضطر انه يعمل مثل عملية بسيطة ماينر، يعني ماينر سيرجري، بيقصوا له شوي من الفيشر هاي وبيخيطوا له اللبس، ومع الزمن طبعا الشق او الفتحة هاي خلاص بتروح ما بترجع تظهر مرة تانية. تمام. فهي طبعا بالنسبه للكرونيك لابيال فيشر دائما بيسالونا عن التريتمنت، احيانا بيسالونا عن التريتمنت، واغلب الاحيان بيسالونا عن الدياجنوز انه هي تكون في السنترال بارت او في الميدل بارت اوف ذا لور ليبس او الابر ليب. طيب الحاله اللي بعدها والمرض اللي بعده اللي هو التشيلايتس جرانيولوماتوزا، او اللي نحن بنسميه المشر تشيلايتس. طبعا هذا عباره عن رير ديزيز، صعب انه هو يحصل او كتير قليل جدا، يعني نادرا لحتى يحصل مع الناس، ودائما هو كرونيك، وعباره عن كرونيك سويلنج، يعني انا عندي انتفاخ مزمن. فبلاقي انه البيشنت من اهم الساينز او السيمتومز اللي بيظهروا عند هذا البيشنت انه هو عباره عن ريكرنت سويلنج، يعني هذا السويلنج على فترات بيظهر وبيرجع بيختفي طبيعي، يعني بتلاقي الشفايف او اللبس انتفخت وبعد فتره رجعت اختفى الانتفاخ، بعد فترة رجعت ظهرت، وهكذا، يعني تظهر وبتختفي تظهر وبتختفي، إلى أن يتحول الموضوع إلى permanent enlargement أو permanent swelling، خلاص تم عايش معه طول الوضع أو طول حياته على هذا الشكل. هو طبعا ما له علاج للأسف لحد الآن. مو بس انه هو ممكن ينتفخ معه تشيلايتس او عفوا اللبس، ممكن يظهر معه الفورهيد، الايلدز، التشيكس، السكالب، الراس، يعني كل هذا ممكن انه هو يحصل فيه enlargement. بس طبعا فيه اشياء مميزه اللي هو انه السيمبتومز اللي عندي بيسموا البيشنت اللي عنده مشر تشيلايتس انه شكل الشفايف عنده اياها مميزه، بيسموها لوكس لايك بروبوسز او بسموها البروبوسز. طبعا شو يعني هون البروبوسز؟ ما بعرف اذا بتعرفوا، فيكم تكتبوا طبعا على جوجل وتشوفوا
اللي هو في احنا عندنا حيوان بنسميه الله يعزكم البروبوسز مونكي، قرد، بس طبعا اذا اطلعنا على شكله بتلاقي انه منخاره كتير كبير. فهو بيقول لك انه البيشنت هذا الشفايف تبعيته او اللبس لوكس لايك بروبوسز، يعني شبه منخار القرد هذا، او فينا نقول نسميه بشكل تاني انه شبه الخرطوم. طبعا مش خرطوم لما الحنفيه، لا خرطوم الفيل. فبيقول لك انه هو يعني شفايفه كتير كبار وشاطين لقدام او طالعين لقدام، هذا يعني شبه انه هو يكون مثل خرطوم الفيل، فهو بيسموه البروبوسز. تمام، هاي اول نقطة بشوف انا عندي اياها في السؤال. زائد انه لما ممكن انه نحن ناخذ خزعة من هذا البيشنت ونعرضها لميكروسكوب او نحطها تحت الميكروسكوب، ببدأ اشوف عند البيشنت انه في جوا اللبس بدأ يظهر عندي جرانيولوماز، اللي هو عبارة عن اكياس او سيست كتير صغار موجودين جوا اللبس. تمام، فهدول هدول النقطتين او هدول السيمبتومز مهمين عندي اياهم بكل اسئله المشرش الايتس، انه يكون انا عندي شكلهم مثل البروبوسز زائد انه بريزنس اوف جرانيولوماز عندي في المايكروسكوب. طبعا كتريتمنت حسب، يعني هو طبعا بس تهدئه اعراض لا اكثر، لانه هو مجرد ما يصيب البني آدم أو يحصل معه هيك موضوع ما بيختفي عنه، خلاص بيعيش معه بده يتعايش معه طول حياته. بس اللهم الأدوية اللي هو ممكن ياخدها هي بس تهدئة للسيمبتومز، فممكن ياخد انتي هيستامين اذا كان طبعا الموضوع هو unknown cause، بس انه ممكن يكون related لالرجي، ممكن يكون genetic، ممكن يكون سبب infection، اي شيء. فحسب الفاكتور اللي عندي انا ممكن اعطي البيشنت ادويته، يعني انتي هيستامين، كورتيكوستيرويدز، antibiotics، فيتامينات، non steroidal anti inflammatory drugs، حسب طبعا ال leading factor. طيب الحالة اللي بعدها طبعا اللي هي الليب ليمفوإيديما، او اللي نحن بنسميها الماكروتشيلايتس ليمفوإيديماتوزا. البيشنت هاد او المرض هاد لحد الان ولا مرة ظهر في الكروك، كل الانواع اللي كنا عمالين نتكلم عنها اجى عليها اسئلة طبعا، بس لحد الان هذا المرض الوحيد اللي لسه ستيل ما جابوا عليه اي سؤال. بس المميز فيه طبعا من اسمه انه هو عبارة عن ماكروتشيلايتس ليمفوإيديما، اللي هو بمعنى انه البيشنت طبعا هو مرض نادر انه هو يحصل، بس بيكون في انا عندي ديستربشن في الليمف نودز، يعني بدأ ان هو يزيد الحجم تبع الليمف نودز بالاضافة لللبس. فهو مميز عندي يكون انا عندي انلارجمنت في اللبس، بس بيكون طبعا النص نص اللبس مثل ما احنا شايفين بالصورة، نص الفيس انلارجد والنص التاني عايش معه طبيعي. فبيكون في عندي انلارجمنت في الفيس والايز والنك، اهم شيء النك والسب مانديبولر اريا، هي معناها انه حصل عندي انلارجمنت اوف ليمف نودز. تمام، لحد الان طبعا ما في له اي تريتمنت، بس هو من ضمن الاعراض، او لحد الان ما جابوه سؤال، بس اذا جابوه لازم يسكرو لي انه في بالنك او بالسب مانديبولر اريا في سويلنج بالاضافه لللبس، وطبعا هذا بعيش معه طول حياته كمان، للاسف ما له اي تريتمنت. اخر نوع عندنا اياه طبعا هو الملكيرسون ريزنتال سيندروم، وهي سيندروم طبعا نحن عم نحكي عن سيندروم، فدائما بيكون الكوز هو عباره عن جينيتيك فاكتورز، يعني وراثي. فالمهم بهذا السيندروم، طبعا السيندروم انا عندي اياها ما لها اي تريتمنت، بيتعايش مع الموضوع مع البيشنت طبعا طول حياته. بس اهم سيمتومز بالنسبه لهي لي في الماكسيلوفيشال اريا هم ثلاث اشياء. اول وحده هي الليبس، فلازم يكون البيشنت عنده سويلينج في الابر واللور ليب، او ممكن وحده منهم، ممكن مع بعض ممكن وحده منهم بس. فاذا لازم يكون في عندي انلارجمنت او انكريز ان سايز اوف ليبس. تاني نقطه هي التنج، كمان انا عندي التنج لازم يتاثر، سويلينج اوف تنج، بالاضافه انه بيكون في عندي فولدز وفيشرز، فتحات وكراكس، تشققات في الليب مثل في اللسان عفوا، مثل ما لنا شايفين بالصوره. فبيكون في عندي انكريز ان سايز اوف ليبس، increase in size of tongue بالإضافة إنه يكون فيه folds و fissures و cracks. وتالت نقطة اللي هو ال facial nerve، لازم يكون في أنا عندي بحالات ال Mikersen Rosenthal syndrome اللي هي facial nerve paresis أو paralysis. فارسز اللي هو بمعنى شلل في الفيشيال نيرف. فممكن ببعض الاسئله يقول لي انه البيشنت عنده فارسز في الفيشيال نيرف، ممكن يقول لي يجيب لي اياهم بطريقه ثانيه اللي هو انه البيشنت يعني خسر حركة العضلات اللي موجودة في الوش، ما عم بيقدر يحرك عضلات وشه منيح، فهذا معناها انه في شلل
بالفيشال نيرف، لان الفيشال نيرف هو طبعا مسؤول عن الموتر، او يعتبر موتر نيرف بالنسبه للوش، يعني بيحرك العضلات تبعية الوش. او ممكن يقول لي اياها، وهي اكثر شيء بيجيبوها طبعا، اللي هو موضوع البتوزس. وإذا سمعتوا عن هاي الكلمه من قبل، بتوزس معناها انه صار في، كيف بدي اشرح لكم اياها، انه لما البيشنت مثلا يحصل عنده شلل في الوش، فبتلاقوا انه الشفايف عنده راحت يمين او راحت شمال، تلاقيه مثلا قلوق، او انه التوت عنده الشفايف، فتلاقي عمال بحكي وشفايفه على اليمين مثلا او شفايفه على الشمال. هذا هو البتوزس، فهذا طبعا بيكون بسبب انه في فاشيال نيرف باراسيز. فاذا عندي 3 دلالات انا هذول لازم اشوفهم في اسئله الميلكيرسون روزنتال سيندروم، طبعا كثير بيجيبوا هذا في الكروك. سويلينج للابر ليب او اللور ليب، او ممكن البوث مع بعض. سويلينج في التنج او انكريز ان سايز اوف تنج مع نيوميروس فولدز وفيشرز وكراكس، زائد النقطه الثالثه اللي هي البتوزس والفيشال نيرف باراليسز، او انه البيشنت بيخسر قدره الحركه العضلات. طبعا كتريتمنت، ما في تريتمنت، ممكن يكون الانتي بايتس كود بي يوزفل، يعني بحيث انه هي بس تهدي السيمتومز لا اكثر ولا اقل. بس هذا طبعا بالنسبة لموضوع الجيلايتس، هو الموضوع سهل أو يعني مبسط فينا نقول، بس ممكن يكون شوي ملخبط بين الأنواع اللي عندنا إياها، لأنه الأنواع كثيرة تقريبا، يعني 12 نوع في تريتمنت، وفي ساينز تقريبا متشابهين، بس اللهم في أنواع مثلا اختلاف بالكوز، في أنواع مثلا سيمتوم معين خاص فيهم، مثل اكسفوليتر مثلا بيكون على كلاينزون حصرا، الميلكيرسون روزنتال سيندروم، او مثلا التشيلايتس او المايكرو تشيلايتس عفوا، يعني هدول الاشياء. بس في، اذا في حدا عنده طبعا اي استفسار او اي سؤال يقول لي. طيب اول سؤال بيقول 29 year old woman complains of dryness and burning sensation in the lower lip, constant peeling, periodically patient bites off or tears off dry scales on the lips. فاذا عندي هون انا جمله مهمه، لأنه periodically patient bites off or tears off dry scales on the lips. She has been ill for 10 years on the lower lip red zone. There are numerous scales tightly attached in the center and slightly elevating on the periphery. They are located in the Klein zone from corner to corner of the mouth. The skin is not affected during tearing off scales. Erosions are formed. What is the most probable diagnosis? طبعا نحن حكينا انه يكون البيشنت عنده مشاكل او ليجنز موجوده على الكلاين زون، هذا معناها انه البيشنت عنده الاكسفوليتيف تشيلايتس، وباعتبار انه البيشنت عنده نقطه التيرنج اوف او البايتس اوف السكيلز، هاي طبعا ليدنج فاكتور لحالات الاكسفوليتيف. فاذا جوابي انا طبعا بهيك حالات، او جوابي الصح بيكون اكسفوليتيف تشيلايتس دراي فورم، بسبب انه الليجن موجوده على الكلاين زون. طيب السؤال اللي بعده، 23 year old patient complains of a pain and lips enlargement crusts on their surface, difficulty speaking and eating. The lips red zone is hyperemic, swollen, painful to palpation. On the Klein zone, there are abundant layers of crusts, scales that hang from lip. Which of the following is the most important for making a correct diagnosis? شو هو المهم انا عندي طبعا لحتى احط diagnosis صح او تشخيص صح؟ فهو عمال بقول لي على الكلاين زون، قال لي انه في السؤال on the Klein zone there are abundant layers of crust، في crust وscales موجودين على الكلاين زون. طيب هو اللي بيحدد لي الدياجنوزز هو طبعا اللوكاليزيشن اوف ليجن اوف ذا كلاين زون، يعني لما يكون في انا عندي الكلاين زون افكتد، فمعناها ان اللوكاليزيشن تبع البيشنت هو او تبع الليجن على الكلاين زون هو اللي بيحدد لي اذا كانت الحاله اكسفوليتيف تشيلايتس او لا. انا ما بيهمني مثلا قد ايه مستوى الالم، ولا الادامه تبع اللبس، ولا جنس البيشنت، ولا عمر البيشنت، هذا كلياته طبعا ما بيهمني انا، انا بيهمني فيه اللوكاليزيشن، هو اللي بيدلني اذا كانت الحاله اكسفوليتيف ولا لا مش اكسفوليتيف. فالجواب طبعا بي، لوكاليزيشن اوف ليجن ات ذا كلاين زون. 38 year old patient, a builder. He complains of itching, burning, painfulness of the lips, appearing in summer and disappearing at other seasons. فطبعا هي انا عندي جمله مهمه جدا، هي appearing in summer and disappearing at other seasons of the year. He has been ill for 3 years. Objectively, the lower lip red zone is hyperemic, swollen. On it, there are vesicles, crusts, cracks, erosions up to
2 مليمتر in diameter, painful to palpation, what is the most probable diagnosis؟ طبعا البيشنت حصلت عنده الأعراض أو ظهرت الأعراض في الصيف بالتحديد في السمر، فهذا معناها إنه البيشنت أوفر إكسبوجر تو سان لايت، فمعناها المسبب أنا عندي بهيك حالات هو الأكتينيك تشيلايتس، أو النوع بيكون طبعا الأكتينيك تشيلايتس، فجوابي أكتينيك تشيلايتس أكسوديتيف 4. هو صح كتب لي بلدر، هو بيشتغل في معمرجي، فممكن تكون ميتورولوجيكال باعتبار انه البلدر بيشتغلوا بمرتفعات، بس لا انا ما فيني اعتبره هون باعتبار انه عم تظهر في الصيف بس، فمعناها انه هو عم بيتعرض للحراره لاشعه الشمس، فبالتالي اكتينيك على طول. 29 year old female complains of dryness and burning sensation in the lower lip, constant peeling, periodically patient bites off or tears of dry scales on the lips. She has been ill for 10 years. On the lower lips red zone, there are numerous scales tightly attached in the center and slightly elevating on the periphery. They are located in the Klein zone from corner to corner of the mouth. The skin is not affected. During tearing off scales, erosions are formed. Indicate the main risk factors for development this disease. طبعا الليجنز انا عندي اياهم، قال لي في السؤال located in the Klein zone، موجودة على الكلاين زون، ونحن حكينا انه لما تكون الكلاين زون افكتد طبعا بيكون البيشنت كدايجنوزز انا عندي اياه هو الاكسفوليتيف تشيلايتس. طيب شو هو المين او الليدنج فاكتور لهيك حالات؟ وحكيناها طبعا اللي هو انه يكون البيشنت عنده موضوع الستريس، او انه هو طول الوقت عمال بيعمل سكيلز، او انه عفوا بيشيل السكيلز او بيأشر فيهم تيرز اوف اور بايتس اوف ذا سكيلز. طبعا احنا بنسميه انه يكون عنده البيشنت ديس اوردر اوف ذا سايكو ايموشنال ستيت، يعني في مشاكل في نفسيه يعني تعتبر ستريس او هيك شيء. فطبعا الجواب الصح هو ديس اوردرز اوف ذا سايكو ايموشنال ستيت. 40-year-old male, a builder, consult a dental clinic. He complains about of dryness and feeling of tightness of the lower lip. The lower lip red zone is unevenly hyperemic, dry and covered with small scales, cracks, a few painful to palpation. What is the most probable diagnosis؟ طبعا الدياجنوز هون بحالاتي البيشنت هون انه هو بيلدر، هي اهم نقطه، والكلام كله انه البيشنت بيلدر وظهر عنده الموضوع السكيلز والدراينس والتايتنس و الى اخره، فهذا طبعا بيلدر يعني عمال بيشتغل على مرتفعات، فاذا الحاله انا عندي اياها تعتبر بسبب ارتفاع او عفوا انخفاض درجات الحراره وبيشتغل في مسافه او انه بمرتفعات، فهذا يعتبر انه البيشنت جوابه هون او حالته هي حاله ميتيرولوجيكال تشيلايتس. Fifty-six-year-old patient complains of a painfulness in the lower lip lasting for 6 months. Pre-treatment was ineffective. On the lower lip red zone at its central part, there is a deep crack. On their surface, there is a small crust with dense edges. What is the most probable diagnosis? Patient, طبعا ظهر عنده deep crack، يعني مثل شق أو فتحة في central part أو middle part of the lower lip، يعني في نص اللور ليب ظهر فتحة، وقالوا انه التريتمنت كان ان افكتيف، ما جاب نتيجة. بس هو بشكل عام شو الدياجنوز عندنا؟ طبعا لما يكون في انا عندي فشر او فتحة او كراك في السنترال بارت او في الميد لاين تبع اللور ليب او الابر ليب، هذا معناها انه البيشنت عنده الكرونيك لابيال فشر او الكرونيك ريكرنت فشر اوف لور ليب. طبعا السؤال هذا نفس السؤال اللي حليناه من شوي، بس هو قال لي انه he was diagnosed with a chronic recurrent fissure of the lip. نفس السؤال بالضبط. Patient complains of painfulness in the lower lip lasting for 6 months. Pre-treatment was ineffective. In the central part of the lower lip there is a deep crack that captures the red zone and part of the lip mucosa and covered with a brown crust. The edges of the fissures are dense. He was diagnosed with a chronic recurrent fissure of the lip. What kind of medical approach must the doctor choose? طبعا نحن قلنا انه بالاول انه البيشنت بياخذ ميديكيشن، شويه انتي بايوتكس، انتي كورتيكوستيرويدز او انتي او عفوا انتي انفلاماتوري دراجز، ممكن كل هدول البيشنت انه هو ياخذهم. بس هو قال لي في السؤال انه ذا بري تريتمنت واز ان افكتيف، يعني انه كان ياخذ ميديكيشن، معنى البري تريتمنت هون انه هو كان ان افكتيف، ما جاب نتيجه عنده، فبالتالي ما في عند البيشنت غير يمشي على خيار انه هو يعمل اكسجن اوف فيشر، يعني لازم يشيل الفيشر اللي هي تعتبر مثل ما حكينا هي ماينر سيرجري. فاذا
اكسجين اوف فيشر هو الجواب الصح عندي. Twenty-seven-year-old female complains of the sharp lips enlargement, itching, a feeling of spreading on the in the lips, which associates with a new lipstick. The lips are sharply swollen, of dense elastic consistency, tense, palpation is painless. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the most probable diagnosis? طبعا الدياجنوز بهالحالات بيكون ال contact allergic cellulitis مثل ما حكينا. لانه هون طبعا البيشنت عنديها فيميل، حصل عندي لبس انلارجمنت سوولن هايبرميك اتشي بنفس الوقت كمان، والموضوع كله ظهر لما استعملت نيو لبستيك احمر شفايف مثلا او اللي هو المكياج ميك اب، فادى انه هو يكون في انلارجمنت في اللبس، فهي طبعا تعتبر الحاله الالرجيك تشيلايتس. Fifty-six-year-old patient complains of the increase of the lower lip, the pain from the hot, sour, salty, bitter lips sticking together in the morning. Over recent years, the lip has been thickened periodically. Its surface became uneven. The lower lip is enlarged. The red zone is dry, covered with the small scales and the cracks. In the middle third of Klein zone, there are increasing orifices of salivary glands in the forms of red spots. From which transparent exudate discharge on the palpation of the lower lip in its depth, rounded, painful salivary glands are palpated. What is the most probable diagnosis? طبعا حكينا احنا عن هذا الموضوع انه لما يكون عندي ال middle third of Klein zone affected، بس ال middle third مش كله طبعا، ويكون في انا عندي hyper secretion من ال minor salivary gland، فهو قال لي انه هنا increasing orifices of salivary glands in form of red spots، فبدا يطلع عندي طبعا نقط حمر على اللور ليب في الميدل ثيرد اوف كلاين زون، هذا طبعا له علاقه بالماينر سلايفري جلاندز، فجوابي طبعا بهيك حالات بيكون الجلانديولر تشيلايتس. Twenty-seven-year-old female complains of the sharp lips enlargement, itching, feeling of spreading in the lips, which associates with a new lipstick. Lips are sharply swollen, of dense elastic consistency, tense, palpation is painless, regional lymph nodes are not enlarged. She was diagnosed with contact allergic cheilitis. What ointment should be recommended for this patient for lubrication of the vermilion border? طبعا الدياجنوز اللي عندي اياه هو contact allergic cheilitis، بس انا مثل ماني شايف السؤال انه البيشنت عنده sharp enlargement، sharp حاد قوي، يعني احنا بهالحاله بنعتبر ان الحاله حاله severe، فنحن من الادويه اللي بنستعملها في الالرجيك تشيلايتس هي اما تكون انتي هيستامين او اما تكون كورتيكوستيرويدز. طيب انا طبعا بين الاختيارات ما في عندي انتي هيستامين ولا واحد، ما في غير كورتيكوستيرويدز اللي هو بريدنيزولون. حكينا ان عندنا البريدنيزولون، عندنا الديكساميتازون، عندنا الهيدروكورتيزون، هذول كلهم طبعا ادويه تعتبر كورتيكوستيرويدز، فنحن بنستعملهم باعتبار انه الحاله سيفير، فجوابي بهيك حالات بيكون البريدنيزولون. طبعا عرفنا انه هي سيفير لانه قال لي شارب انلارجمنت يعني حاد، فهذا كورتيكوستيرويدز اللي هو البريدنيزولون. 27-year-old patient complains of the sharp lips enlargement, itching, feeling of spreading in the lips, which the patient associates with a new lipstick's usage. The lips are sharply swollen, dense elastic consistency, tense, palpation is painless, regional lymph nodes are not enlarged. She was diagnosed with contact allergic cheilitis. Which of the following indications should be used in the treatment of this disease? الفكرة نفسها طبعا مثل ما حكيناها من شوي انه البيشنت عنده allergic cheilitis، يا اما بمشي انا على انتي استامين او كورتيكوستيرويدز. طبعا انا الخيار الوحيد هون موجود عندي صح هو الانتي استامين باعتبار انه هي الحالة حالة allergy. 20-year-old patient complains of itching, burning sensation in the lips and facial skin, which appeared a week ago. The appearance of these complaints she associates with having of chocolate. The upper and lower lips are hyperemic. On the red border and the surrounding areas of the skin, there are small vesicles filled with yellowish serous exudate. Near them, there are erosions which tend to spread with significant discharge of exudate were revealed. The blood test revealed a significant increase in eosinophil number. What is the most probable diagnosis? طبعا باعتبار انه اليوزينوفيلز زادت في الدم، فمعناها انه البيشنت عنده اليرجي.
طيب من الالرجيك تشيلايتس نحن عندنا اياه هون، يا اما يكون كونتاكت الرجيك تشيلايتس او يكون الاكزيماتوس. وطبعا مثل ما حكينا الفرق ما بين هدول الاثنين طبعا هو السكن، اذا كان السكن افكتد او لا. انا حصل عندي انلارجمنت، حصل عندي اتشنج سنسيشن وسكيلز والى اخره كله ظهر، بس السكن بيحدد لي هل هي اكزيما ولا كونتاكت الرجيك. فهو طبعا قال لي انه البيشنت هون عنده on the red border and the surrounding areas of the skin there are small vesicles filled with yellowish serous exudate. فإذا أنا عندي السكن affected في هالحالة، فجوابي بهيك حالات طبعا eczematous cheilitis. الجواب الصح هو D eczematous cheilitis. 16-year-old male complains of itching and rash on the lips, red border and the skin around the mouth corners. He has been suffering from this for 4 years. The disease periodically exacerbates mainly in autumn and winter. The lips, red border and the skin around the mouth corners are dry. Peel off with the small scales. Near the mouth corners there are strengthened skin patterns, lichenification. In the mouth corners there are a deep there are deep folds and cracks covered with bloody crusts. What is the most probable diagnosis? The patient طبعا مثل ما حكينا لمجرد ما اشوف انا lichenification بمعنى انه السكن باترنز تبع اللب صار سترونج او زادت سماكته، فهذا معناها انه البيشنت عنده الاتوبيك تشيلايتس. فهو طبعا الخيار الاول الصح اللي هي اتوبيك تشيلايتس. Thirty-three-year-old female has noted formless thickening of the lips for 2 years. The cause cannot be specified. The ends of the lips are enlarged, look like proboscis. فهي أول نقطة أنه عندي proboscis. The lips are increased in size, irregularly thickened on palpation, and the thickness of the lips there is a dense consistency. Thickening of the lip tissues, microscopy lip biopsy picture shows non-specific inflammation with connective tissue proliferation, the presence of granulomas consisting of epithelioid and lymphoid cells. What is the most probable diagnosis? طبعا اللي هو الجواب بيكون مشر granulomatous cheilitis. وحكينا إنه مشر granulomatous cheilitis هو اللي بيكون فيه البيشنت طبعا عنده البروبوسز اللي هو بمعنى مثل انه شفاف مثل الخرطوم او طويل او كبار كتير في الحجم، زائد المايكروسكوبيك اكزامينيشن بيعطيني انه يكون في جرانيولوماز في اللبس. 35 year old female complains of lips enlargement. She felt ill first a year ago when swelling of the lips was appeared. It quickly disappeared. However, the lips remained enlarged 3 days ago after hypothermia. The lips again increased in size. Objectively ptosis, upper and lower lip sharply increased in size on palpation, it's soft, elastic, painless while pressing the fingerprints, do not remain on the mucosa, but the tongue is slightly swollen on the dorsum, there are marked folds, the surface of the tongue is tuberous, there are some signs of facial nerve paresis were marked. What is the most probable diagnosis? طبعا انا عندي الاعراض الثلاثه موجودين اللي هو enlargement او increasing size of lips, البيشنت عنده البتوزس، عنده facial nerve paralysis، عنده اللب او عفوا التنج increased in size، وبنفس الوقت كمان بيكون فيه cracks وfolds والى اخره. هذا طبعا بيكون ملكيرسون روزنتال سيندروم. 29-year-old female complains of facial asymmetry, the upper lip enlargement. Objectively, the patient has left-sided ptosis, significant swelling of the upper lip, more on the right one. Lips are pale red in color with cracks on the red zone. On palpation, the lip has a dense elastic consistency. It's painless. The tongue is increased in size, fissured. In the blood test, there are eosinophilia, lymphocytosis, thrombocytopenia. What is the most probable diagnosis? طبعا الجواب هو بيكون في الحالات الملكيرسون روزنتال سيندروم. نفس الفكرة اللي هو أنا عندي التنج تأثر، اللبس تأثر زادت في الحجم، بالإضافة إنه الفيشل نيرف باريسز، هذا كله طبعا أعراض البتوزس أكيد طبعا موجودة، هذا كله ملكيرسون روزنتال سيندروم. آخر سؤال عنا إياه هو 40-year-old patient applied to the dentist for oral cavity sanitation. On the tongue there are numerous folds
which diverge from the deepest central. She has been experiencing this since childhood. What syndrome can be indicated by this symptom؟ طبعا كمان نفس الفكره اللي هو ميلكرسون، باعتبار انه هو السندروم الوحيد بين هدول الخمسه اللي بيكون له تاثير على التنج، اللي هو انه يكون في increase in size of tongue ويكون في folds وcracks وفيشرز. هذا كله طبعا بالميلكرسون ريزنتال سيندروم. طبعا رح نحكي عن الانواع الباقيه اللي هي السيوجرين سيندروم والجرانسبن سيندروم والبيتشيت والستيفن جونسون سيندروم، كلهم هدول ان شاء الله في الايام الجايه رح نحكي عنهم ان شاء الله.